مشاهدينا، آخر فرسان الليلة الشاعر تألق في المرحلة السابقة، حصل على 48 درجة وتأهل بقرار من لجنة التحكيم. مشاهدينا وحضورنا، رحبوا معاي بالشاعر رقم 42 مذكر فهد الحارثي من الإمارات. مذكر ومشاهدينا حضورنا، طبعا مثل ما تعرفنا او عرفنا من الاستاذ عارف في بدايه الحلقه ان مذكر او انك اليوم يا مذكر شاركت في الحلقه اليوم بسبب الظرف الاليم اللي الم بشاعرنا ونقدم له واجب العزاء عساف التومي، واللي نطلب من الله ان يلهمه واسرته جميعا الصبر والسلوان. لكن كيف استعديت من امس لليوم للمشاركه في الحلقه هاي في الظروف الاستثنائيه هذه؟ قبل البداية أتقدم بالتعازي لأخونا عساف التومي وأقول الله يرحم ميتكم ويعظم أجركم. الحمد لله كانت الاستعدادات طيبة، داركنا الوضع والله ولي التوفيق. الله يوفقك إن شاء الله، المسرح كله لك اليوم. تسلم. يا شباب الوطن لبوا نداكم وحموا الدار ضد الطامعين، قول منا واخ المجد وعطاكم صيت جاء من عقب وابل الجبين وابل الجبين زايد اللي هدا خطوة نباكم لين عانق بده الفرق دين. ويا خليفة ويا خليفة ترى حنا حماكم دام لعزومنا جنب متين، وقبل تسرج هقاويك افداكم للعزاوي صدى بذن السنين، وفاه نمام ثرثر في قفاكم نلجمه والرغى يصبح طحين. وفاه نمام ثرثر في قفاكم نلجمه والرغى يصبح طحين، دام غيم الولا ينطر غلاكم دون تجنيد جندك مخلصين. دون تجنيد جندك مخلصين، كم جنينا عقب وابل عناكم وحبنا لو شبع يبقى مدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أمسي على الجميع، أمسي على الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان النهيان اللي شرفنا في وايده، مرحبا ومسهلا يا طويل العمر. وأقول مرحبا بك يا سمي الخليفة، مرحبا بك يا سمي الخليفة، يا ولد سلطان نسل الكرام، يا سمي المجد والعز سيفه، بك تشرفنا وزدنا مقام، بك تشرفنا وزدنا مقام. ورحب بالعميد حسين الحاثي اللي شرفنا بتواجده، مرحبا ومسهلا. أمسي على اللجنة الكريمة وعلى الحضور الرائع في المسرح ومشاهدينا خلف الشاشات. بسم الله نبدأ. تغنينا القصايد والفرايد للعلا ناظور، عيونه شافت المجد بسماي في الجنحانة، لمحته والخيال الداع به تلويحة الجمهور، جناحه فكرتي ويغرق الكايد بدمانه، حضر تفرش مسامعكم زهر لابداعي المحكور، وقبل ادعي الهواجس جاتني الابيات طربانه. أبنحت من حروف الشعر في صدر الزمان اسطور، وبنثر صوتي المفعم شعر لين اشبع اذانه، ابغدق ذوقكم من غيمه احساسي نغم وحضور، ثمر شعري تدلى صفقوا ويودع اغصانه.
على عد الجزالة فكرتي ما تعرف الطابور لفيت بها وهي من منهل الأبداع رويانه تناقش واقع يحكي عن اللي في خفاه يدور وتكشف سم خباه الزمان بلمعة أسنانه أنا ابن الجيل هذا وإن شكيت أوضاعنا معذور كبرنا صغار واللي مثلنا في قيد خذلانه بداخلنا ألم لو هي ملامحنا فرح وسرور وانا صوت الجموع اللي من الأحداث حيرانه تعبنا من الفتاوي تعبنا من الفتاوي والدروب اللي جفاها النور تعبنا من الفتاوي والدروب اللي جفاها النور وشكت خطواتنا وين الصحيح وكيف برهانه بنتبع من ونترك من وميدان الدعات يفور رفوف عقولهم من وفرة التبرير مليانة يا ليت أسوارهم تحكي عن اللي خلفها مستور ويا ليت أفكارهم من سترة التزوير عريانة ندور من ظلام المعمعة هذه طريق عبور نحير ونرجع لصدر الوطن ونعانق أحضانه يا كيف ندور من ظلام المعمعة هذه طريق عبور نحير ونرجع لصدر الوطن ونعانق أحضانه يا كيف نسج عن نهج الوطن ونخلي المعثور يهيم بدارنا ويفك للغاوين بيبانه ونهج شيوخنا عن كتاب الدين والدستور بحكمة زايد اللي يشهد التاريخ بإحسانه يا كيف نسج عن نهج الوطن ونخلي المعثور يهيم بدارنا ويفك للغاوين بيبانه ونهج شيوخنا عانك كتاب الدين والدستور بحكمة زايد اللي يشهد التاريخ بإحسانه تعالوا 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 نبني قصور الولاء والحب دون قصور ترى مال الولد غير البلد لا جارة زمانه ولا أنا هامته فوق السحاب تعالوا نبني قصور الولاء والحب دون قصور ترى مال الولد غير البلد لا جارة زمانه ولا أنا هامته فوق السحاب وله بالأرض جذور وغلانا للوطن ما يشبه إلا حب شيخانه سلامتكم شكرا يا مستر النص النص طبعا واضح انه نص تفاعلي يعني بمعنى انه قد وجد هوى في نفوس السامعين واثر فيهم يبدو انه لانه يلامس الواقع بشكل جيد طبعا القصيده انقسمت الى عده اقسام هنا بشكل واضح يعني القسم الاول انت ذهبت للاعتزاز بشاعريتك ومقدار ما تستطيعه منها والتوصيل والى اخره هذا استغرق منك يعني تقريبا 6 أبيات من المقدمة القسم الثاني اللي هو ذهبت لتشخيص الواقع المتعلق بكثرة الفتاوي وانقلاب الأمور ليس على الشكل الصحيح إلى آخره طبعا هنا في فجوة لكن أنا أعتقد أن الشاعر أحسن تجسير هذه الفجوة عندما ربط بين الطرفين بالبيت اللي يقول تناقش يعني اللي هو عن أبياته واقع يعني يحكي عن اللي في خفاه يدور وتكشف سم خباه الزمان بلمعة أسنانه يعني هنا إنه الشعر راح يناقش هذه القضية وبالتالي أصبحت مدخل بس أنا أسأل مذكر وتكشف سم خباه الزمان ليش الزمان اللي خباه يعني لما يكون الزمان هو اللي خباه بيكون معذور صاحبه لكن اللي أعتقد إنه اللي خباه هو مسؤول عنه لماذا الزمان الزمن هذا اللي هو زمن الفتاوي الناس اللي في هذا الزمن هم اللي يعني الزمان يمثل الناس اللي الناس فيه لا الزمان ظرف للناس إنما هو الناس غير الزمان ف
فهنا المفروض انه انت تصرح انه هم خبأوا لانهم اصحاب اكثر من وجه، وبالتالي هم خبأوا هذا الشيء تحت مظهرهم الذي يوحي بانهم يذهبون في اتجاه الدين والفتاوى. من الاشياء الجميله في هذا النص انه لما الشاعر وصل لعند كلمه وتاهت خطوتي توهان، استعمل اكثر من 5 اساليب من الاستفهام، وين، كيف، من، الى اخره. وفعلا هذه الاستفهامات القصيره استطاعت انها تعبر تعبير جميل عن مساله التوهان عند الانسان بسبب من كثره ما يطرح امامه من قضايا. النص جميل يا مذكر، وانا اشكرك عليه. شكرا يا مذكر على هذه القصيده المنبريه الحماسيه واللي فيها تجربه اراها امتداد لتجربتك الجميله حتى الان في المسابقه، دون ان يتغير مستواك فيها من ايام الجولات الى حضورك الجميل اليوم. رغم ان الموضوع في هذه القصيده مختلف وايد عن موضوع قصيدتك السابقه من حيث الافكار، لكن فيها تنوع في التصاوير الشعريه اللي موجوده فيها، ولفت انتباهي سعه قاموس المفردات اللي استخدمتها في القصيده، هناك كثافه واضحه في المفردات اللي عندك. القصيده من في اول بيت منها كان فيها اشاره للسماء، سماي في الجنحانه، وفي اخر بيت اشاره للسحاب، بدت بشموخ وانتهت بشموخ، وهذا شيء جميل فيها. اعتقد انك كان ممكن تختصر المقدمه اللي كانت استغرقت منك 6 ابيات، كان ممكن تختصرها اكثر، خاصه ان ممكن تلغي او يعني لو الغينا وحذفنا بعض الابيات ما بيتاثر المعنى في هذا الجانب. وايد من الابيات الجميله اللي تلفت الانتباه اللي تسوارها تحكي عن اللي خلفها مستور انسنه الاسوار في هذا البيت، كان جميل. وسؤالك له ايضا او حديثك الخطاب او التمني ان الاسوار هذه تحكي وتتكلم. القصيده في عمومها جميله، شكرا لك يا مذكر، اتمنى لك التوفيق. مذكر الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اول شيء شكرا على قبولك في الانضمام الى مجموعه الشعراء اليوم. لا والله سويت، الله يبيض وجهك. وانا حسب معلوماتي ان القصيده هذه ختمتها اليوم الصباح يمكن او الظهر، ختمت القصيده وقبلت المشاركه رغم انه حلقتك كانت اعتقد الثانيه او الثالثه. ونعزي اخونا وشاعرنا الجميل عساف التومي ونقول الله يرحم ميتكم ان شاء الله يسكن الجنه يا رب. انا بالعكس ممكن اخالف راي الاساتذه، هذا الاسهاب في المقدمه الابيات الجميله جدا ما هو الا تمكن من مذكر، وخليني اقول عضلات الشاعر. وفعلا الشاعر في مثل هذا الجمال وهذا الابداع، من بديت تغنينا القصائد والفرايد للعلا ناظور عيونه شافت المجد بسمائي في الجنحانه، وكانه الشاعر اخذ نشوه القصيده نشوه الكتابه. كذلك الاطاله دليل على التمكن الشعري والمخزون اللغوي عند مذكر. دخلت دخول ذكي وهيئت المتلقي لموضوع القصيدة، وهي قصيدة مرحلة أنا أسميها قصيدة على لسان أبناء جيلك كلهم. لما قلت أنا ابن الجيل هذا وانشكيت وضاعنا معذور، كبرنا صغار واللي مثلنا في قيد خذلانه، تعبنا من الفتاوي والدروب اللي جفاها النور، وتاهت خطوتي بين الصحيح وكيف برهانه، حديث عن الحيرة وحيرة الشباب. وفعلا كثير من الشباب الآن مشتتين بين كثرة الفتاوي والوسائل الحديثة، قد تكون نعمة وبنفس الوقت أيضا نقمة. لكن الأجمل في ذلك مذكر أنك وضعت الحلول، يعني أول شيء اختزال كل الحيرة اختزلتها في بيت قبل لا تعطي الحل، اللي هو ندور في ظلام المعمعة، من ظلام المعمعة هذه طريق عبور نحير ونرجع لصدر الوطن ونعانق أحضانه، يا كيف نسجع النهج الوطن. وضعت الحلول أمام الشباب فعلا، أن الوطن واحتضان الوطن نهج حكامنا القويم السليم على فطرة الإسلام. نحن لسنا بحاجة إلى فتاوي وإلى منظرين يرشدوننا إلى الطريق السليم، صح ولا لا مذكر؟ وأنا أعجبني لما أنا بيات المقدمة ودي أنك تقول 3 منهم تغنيها، وأعجبني صوت الجمهور معاك، بس عطهم مجال يردون عليك. يا
شباب الوطن لبون داكم وحموا الدار ضد الطامعين. قول منا واخ المجد وعطاكم صيت جاء من عقب وبل الجبين. صيت جاء من عقب زايد اللي هدا خطوة نباكم لين عانق بيده الفرق دين. يا الله وجهك 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 أبيض يا فزكة. حكيم الشكر موصول لك وصح الله لسانك. قبل لا تزير مذكر نبغي نتعرف أو تعرف المشاهدين عليك أكثر، عمرك، دراستك، شو اللي تطمح له؟ أنا عمري 22 سنة. عمر كله يا رب. أدرس في جامعة الإمارات، أوجه لجامعة الإمارات اللي تحتضن جامعة الإمارات في العين، أوجه لها تحية اللي تحتضني، وأنا الحين في آخر الشهور إن شاء الله أودع الجامعة. أكيد تستحق التحية اللي خرجت أجيال كثيرة في هالدولة جامعة الإمارات العين. شكرا لك والميلس، انتظارك. شكرا لك يا مهدي.